my name is DJ Michelle. I'm 11 years old and I'm the youngest professional girl DJ in the world. بنت صغيرة لحقت شغفها وكونت شهرة عالمية، ألهمت الملايين من الكبار والصغار لحتى صارت أصغر منسقة موسيقية بالعالم أو ما يعرف بالدي جي. كيف كونت هالشهرة واستحقت هاللقب؟ ميشيل رسول بنت أذربيجانية عمرها 11 سنة، اهتمامها بالموسيقى كان واضح من لما كان عمرها 3 سنين، لما قالت لأهلها إنه بدها توقف على المسرح وتصير مشهورة. بهالعمر ما عرفوا أهلها إنها حابة تصير دي جي، كون هالأمر مش رائج لدى الأطفال. لكن الموهبة ما بتعرف عمر، اتبعت ميشيل خطى والدها، فمن لما فتحت عينيها شافت بيا الدي جي المعروف باسم دي جي شوك لأكثر من 20 سنة. بتخبر والدة ميشيل عن الأيام اللي كانت تتسلق فيها ميشيل الكرسي بحذر تشوف أداء والدها الموسيقي وكانت تحاول تقليده، وكانت ميشيل مفتونة بمعدات والدها التقنية والضغط على الأزرار الملونة وغيرها. على عمر 5 سنين حصلت ميشيل على مجموعة من المعدات الخاصة فيها. حاولوا أهلها لميشيل يوجهوها على النشاطات الرياضية لكنها رفضت وتمسكت بشغفها، وعلى عمر 5 سنين أعلنت لهم بدي صير منسقة موسيقى مشهورة عالمية. I need your time when everything's wrong. You make it right. I need your love. I need your love. توصف ميشيل أهلها بأنهم أكبر معجبين. تعلمت تنسيق الموسيقى من والدها اللي دعمها بشكل كبير، وتعلمت الموسيقى أونلاين مع بعض مدارس التنسيق الموسيقي، وأهلها دعموها إلى أقصى حد بعد ما اكتشفوا أنها بتستوعب الخطوات اللي بتتعلمها بسرعة. وقدمت ميشيل عروض موسيقية بعمان وفرنسا ودبي، وبتحظى بأكثر من 176 ألف متابع على إنستغرام. تلهم الكتار من جيلها ومن الجيل الأكبر بحسب ما بتأكد والدتها، وبتشوف ميشيل أنه الموسيقى هي اللي بتجلب السعادة وما فيها تعيش من دونها، وبالنسبة لإلها الموسيقى هي كل شيء بحياتها، هي السحر. تشعر ميشيل أنه من الطبيعي أنه تكون أصغر منسق موسيقي على هالعمر، فهيدا شغفها، ونشرت كتاب بيتناول شغفها وخوض عالم التنسيق الموسيقي ومشاركتها بإحدى أهم مسابقات التنسيق الموسيقي العالمية أونلاين واللي حصلت فيها على المركز 14. وبتقول ميشيل أنها سعيدة بهالإنجاز لو حتى ما أحرزت المركز الأول، لكنها رح تحصل عليه بالمسابقات المقبلة. وبتتوجه ميشيل برسالة للأطفال من جيلها وبتقلهم لازم تآمنوا بأنفسكم وما تستسلموا أبدا، وتتذكروا أنه الشغف ما له عمر ولا جنس وأنه ما في شيء مستحيل. So my message to everyone is that passion has no age, no gender, and that you should never give up. Always believe in yourself and remember that nothing is impossible. نالت ميشيل إعجاب الكتار بجميع أنحاء العالم، وبيخبروها أنها بتلهمهم وبيبتسموا كل ما بيحضروها، وبتقول بلهمهم وهن بيلهموني وهيدا اللي بحبه. إلى جانب الموسيقى بتحب ميشيل ممارسة الكاراتيه وكرة السلة والعزف على الجيتار والطبول، وحالياً بتفرغ تماماً لعالم الموسيقى. كرمال هيك بتتابع صفوف ومقررات مدرستها أونلاين. You just have to follow your dreams and not think what other people will think. وكانت قصة دي جي ميشيل قصة فرح.